السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم صحه جيده وكان مزيان ان شاء الله. المهم كيف ما كتشوفوا كيفاش ديالي هما قسموا الكره حبوبه وطرق قسموها بيناتهم. المهم اليوم اخوتي راني داير واحد التحدي واللي هو صعيب وصعيب بزاف. كيف ما كتشوفوا راني طلعت حتى الكليبات اللي عندي بتيطاي، طلعت الكانيشات اللي عندي تا هما والسبيدز مهم وكل شيء. ان شاء الله داير واحد التحدي مع راسي، هاد الكلاب كاملين غادي داير تحدي لراسي انني غادي نعطيهم الماكله في الارض وغادي ياكلوا مع بعضياتهم الله يحفظ وصافي. مهم غادي نتلاقى هذوك جوج كانيشات اللي لهيا ايه بونشي. هذا بيشو اللي كتعرفوه اللي كنت تخرجتو في المحل، هذه العروسة إلى الله يهديها له. المهم أنتم كتشوفوا لحد الآن راه مكاينش، راه كاملين منسجمين مع بعضياتهم بحال كبير بحال صغير. ما عنديش مشكل بأنني نطلقهم مع بعضياتهم. علاش كترشي الماء؟ هذيك البرجية كتشكي كتعوم، تمشي البانيو ديال الماء كتبقى ترش. طرف ها جي سخوت الوالدين عطاهم. المهم دابا حان الوقت عندكم كيما كتشوفوا الدنيا راه عندي مسيقة، الأرض مسكتفة، دونك غادي يترش لهم الماكلة في وسط الأرض. أنا قلت هاد الملحوظة باش مي بزاف ديال الناس عاوتاني شي منتقدين بقا يقول لك تنزل لهم الماكلة في الأرض، كيفاش تنزل لهم الماكلة في الأرض؟ الدنيا راه مسيقة. الباب كتعمل تاني كتخرج كتهرب. كلشي عندي هنا يا ادول، ما عنديش مشكل في الماكلات اللي في الماكلات هذا. اش اش مافيا اش غادي ما غاديش ننسى راسي ونبقى غي نترش الماكله. ضروري غادي نبقى نترش لهم الماكله وانا رد البال. شي واحد دار شي رياكشن، شي واحد هرنن، شي واحد هذيك
غادي نهضر معاه غنسميه بالسميه ديالو باش ما توقع لنا شي مشكل. المهم الكليبات شبعاني مالي ما تاخذهم لي تا ياكلهم. عاش مافيا عاش 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 بوتشي 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 فاش شو الله ما ياكلك مع الجماعة وخا شكون كتعطيهم كطلي. عاش بوتشي عاش عاش بوتشي. أما واحد لونا قالت له ما كتعرف والو في البشوي. هاديك عاوتاني انتوما كتشوفو مكلاتش كاع مبغاش كاع تاكل تروفي معرف شنو خصها تاكل. راه عيطي نكبو. عاش بيشو عاش عاش بيشو بيشو انتوما كتشوفو راه برا بالنسبة للناس اللي متابعيني وتفرجوا في الفيديو ديالو منين قرعتلو راه لقيناه كله مسلوخ من هنايا ومن هنا ومن هنا كامل مسلوخ بالقمول. دابا الحمد لله راه عملت له لي زانتيبيوتيك وعملت له الدواء ديال الجرح راه برا عملت له هيبيتادين. الصراحه كنت كنعمل له هيبيتادين الخل حتى تشوطو له راه كيكبر من الشعر. هادي كليبه ديالنا هادو كنجمع لي راس ديال الصغارين غادي نديرهم ان شاء الله في الجرده. المهم ديك الساعه تشوفوا تنجمع شي كميه ونبقى نصورهم لكم بوحديتهم. دابا يلا عندي اربعه عندي جوج الكره وجوج اللانسات هادو بجوج بهم لانسات وكاين بيشو صور بيشو وعندنا بوتشي بوتشي كيف ما كتعرفوا بوتشي راه قنات خصني نهبطو معايا واحد السيمانه يتسارى في المدينه. اي بوتشي بوتشي اجي هنا هاد زوج ها ها بوتشي ها ها بوتشي ما يخليوش تلعب ما يخليوش تلعب وما غاديش تلعب معاه. المهم التحدي ديال الماكلة كيف ما كتشوفوا الكلاب ماشي كاملين فيهم الجوع. المهم ماشي كلشي كلا ولكن على ما كتشوفوا ما وقع لا صداع لا دباز لا والو الحمد لله دازت الامور في امان الله وحفظه. ولكن هذه المره غادي نخليهم بالجوع كاملين وغادي ندير تحدي لراسي وغادي نعطيهم شي حاجه من غير الكروكيت مثلا الكاركاس ولا الدجاج ولا شي حاجه اللي غادي يخليهم انهم يثوروا على الماكله وهما بالجوع. المهم نخليو هذا التحدي ديك الساعه نديروه. لونا هي هنايا بطوزه ديالنا زوينه مع الكلاب ما كنلقاش معها مشكل. راه هي البرجيه ديالنا ضعيفه في الماكله بزاف بزاف انتم كتشوفوا كيفاش كدير مع الماكله. خصني نشوف لها شي حل. غادي نبقى ندير لهم غنبقى ندير لهم الحلبه في الماء وغادي نبيتها وغادي نخليهم بالعطش ونعطيهم يشربوها باش كاملين ان شاء الله يوليو في صحه جيده وكاملين يكونوا مزيانين وصحتهم مزيانه. وديك الشيء علاش خدامين حنايا ديك الشيء اللي كنتمنوا. ايه ايه زيد هنا زيد زيد عاش عاش ايه 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 طولو طبيعة الحال هو اللي غادي يقوم بالاحضار ديالها. مشى طولو مشى اجي لا راه ما مشاش للزنقة انا غير مور الدراجة. المهم اخوتي كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وكنتمنى الرياكشن ديال الكلاب تكون عجباتكم حتى هي. خليكم على خير وبخير ونتلاقى في الفيديو الجديد ان شاء الله. الى اللقاء.